لحظة، تفضل تفضل يا حبيبي، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام. هلا وسهلا. طال عمرك انا جايك في استفسار. اي تفضل بالعكس. يعني مثلا 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 لو انا خطفت مديري. خطفت مديرك؟ مثلا 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 وعقب ما خطفته طال عمرك ربطته في كرسي وهبدته بالملفات في نص جبهته. اي لا لا. اي بس انت تسال الاسئله دي مش مثلا ليش؟ طيب تسال. طال عمرك انا قاعد اكتب روايه بوليسيه. فيلم يعني. فيلم فيلم. مؤلف. تفضل، تبغى الراي القانوني يعني. تفضل. لما ضربته طال عمرك ونزل دم واجد 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 قام يرجف يرجف يرجف، فانا رحمته قمت خلقته فتحت الدريش وحلبته بالدريش ورمى ولعت فيه مره واحده. طيب وش بيسوي لك مثلا؟ مثلا بس وش بيسوي لك هو؟ ما رقاني. ما رقاني يعني وعدك الترقيه واخلفها. ايه 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 طبعا. وش سويت بعد؟ ولنفرض مثلا مثلا اني انا ارسلت رساله تهديد، هل هذا الموضوع يديرني؟ هو حسب محتوى الرسالة. موجودة موجودة عادية عادية. عادية تقدرها عشان أعطيك رأي. عادية طال عمرك. هذا كله مثلاً. أيه. مثلاً. إيه. يعني. اسمع يا الجحود. والله لخطف وقتلك بيزي. أيوة. بيدت معيالك. ببهذل حياتك زي ما بهذلت حياتي وضيعت مستقبلي. هذه هي. إيه طبعا. لا عادية عادية. رومانسية. رومانسية رومانسية فيها. سب. نعم الشرطة بسرعة. الحين الحين يا اخوي وش انت شايف؟ بدي اسمع بس بقيت القصه. باروي لك انا مسكين على قل صحه اخوينا. طال عمرك يعني يعني انت تقدر تساعدني في هالحاله؟ انا اساعدك في حاله واحده، اذا سلمت نفسك واعترفت بجريمتك ساعدت. جريمه مثلا 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 نحن نتكلم على الفيلم الحين. وش عقوبتها طال عمرك؟ والله مثلا مؤبد، اعدام. اعدام؟ ايه مثلا مثلا. يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايش جاي يسوون ذا؟ هذول بيقبضون عليك مثلا. مثلا مثلا اذا مثلا عادي مثلا عادي اذا مثلا سلامة. ما قتلت احد. الله خلوني.